قيسي خريج إدارة فنادق، يعني قضيت معظم وقتي بالفنادق والمطاعم السياحية، بعدين اتجهنا لفكرة غسيل السجاد. يعني بحب أوجه لأهلي، لوالدي ووالدتي، يعني اللي وقفوا جنبي على طول، كانوا مأيدين للفكرة الجديدة، شجعوني عليها والحمد لله رب العالمين. نعم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد يحيى القيسي، بداية سعد مساء. أهلا وسهلا فيكم. في البداية طبعا أستاذ يحيى، حضرتك صاحب ترايكلين القيسي لغسيل السجاد وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا يحيى القيسي، أول شيء أهلا وسهلا فيكم. أنا يحيى القيسي خريج إدارة فنادق، يعني قضيت معظم وقتي بالفنادق والمطاعم السياحية، بعدين التجهنا لفكرة غسيل السجاد، يعني كانت مش موجودة بالبلد أو نادر بالبلد، فالتجهنا لقطاع غسيل السجاد. يعني نعم. إن شاء الله أنا فكرة ناجحة كانت. بالتوفيق. بس ليش بالتحديد اتجهت لهذا القطاع اللي هو دراي كلين؟ بصراحة لأنه مش موجود كان بالبلد، كان الكل يعني فكرة غسيل السجاد كانت بيتية أو بمحطات غسيل السيارات، فصارت فكرة جديدة، يعني هي هذا اللي خلانا نيجي لعندنا، ما كان موجود في البلد هذا القطاع. نعم. بس تحكي لي عن أهم الخدمات اللي عم تقدموها عندكم، وشو هي المعدات اللي جايبينها لغسيل السجاد؟ هلا احنا مختصين بغسيل السجاد والحرامات والستائر. الماكينات اللي جبناها هي ماكينات اوتوماتيك، جبناها من تركيا لغسيل السجاد، وماكينات لغسيل الحرامات والستائر. هلا السجاد عندنا يعني بتيجي بتدخل على الماكينة بتطلع جاهزة للعصر، يعني بتاخذ منها بعديها نشر يوم أو يومين بالأكثر. نعم. بس شو اللي بيميزكم عن المحلات الثانية؟ في عناية خاصة للسجاد. يعني بنوفر عناية خاصة للسجاد، مش كل السجاد له نفس الطريقة بالغسيل. نعم. هذا اللي بيميزنا عن المحطات الثانية. بس تحكي لي أكثر عن العروض اللي انتم عاملينها، وخصوصا بمناسبة الأعياد. هلا احنا بمناسبة شهر رمضان عملنا عروض. كونه احنا بناخذ على المتر غسيل سجاد المتر المربع، فالعرض اللي قدمناه احنا انه اللي بيغسل ثلاث سجادات الرابعه فري، او اللي بيغسل سجادتين الثالثه فري. كان هاي هي العروض اللي قدمناها. بس نعم. ما هي رؤيتك المستقبليه؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ هلا ان شاء الله انه بنتوسع بنتمكن اكثر، و يعني ممكن انه المجال يفتح، كونه احنا بالدراي كلين هلا ممكن نضيف على السجاد شغلات انه نكون متمكنين منها. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ أول شيء بنحكي له ألف الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة إنه رجع على البلد، يعني بنفسه ودائما المعنوية اللي بعطيها للشباب، هو إنه دائما بيحكي بالشباب إن شاء الله إنه خلفه إحنا مباشرة. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع اللي وصلت لها المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ يعني بحب أوجه لأهلي، لوالدي ووالدتي، يعني اللي وقفوا جنبي على طول، كانوا مأيدين للفكرة الجديدة، شجعوني عليها والحمد لله رب العالمين. نعم. شو بتحب توجه نصيحة للشباب العاطلين عن العمل، وخصوصا اللي عم يحملوا ثقافة العيب حاليا؟ ثقافة العيب المفروض انه كل الشباب الأردني انه يلغيها، يعني ضلك واقف مكانك رح تضلك واقف مكانك، لازم تبدأ، لازم تفكر لقدام، لازم تشوف ايش ممكن انت امكانيات انك تطلع منها. يعني انا درست ادارة فنادق، حاليا انا شغلي بغسيل السجاد، يعني غير الشهادة اللي انا درستها نهائيا.
كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع القياسية غسيل السجاد؟ احكي لي أكثر، وين موقعكم بعمان وطرق التواصل معكم؟ احنا بضاحية الأمير راشد خلف شركة زين الرئيسية بداخل القيادات الخارجية. هلا التواصل ممكن عن طريق الفيسبوك، ممكن عن طريق الواتساب على رقم محل مباشرة، هو 079 10 96 33. شكرا لك. العفو، كل الاحترام. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر يحيى القياسي على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا لك. كل الاحترام.